إلى الزميل ود الشيخ كل التحية. هذا ثالث فيديو بينزل لعيونك عن التمريض في بريطانيا. في هذا اليوم رح نتكلم عن أنواع عقود العمل الموجودة في بريطانيا، مش للممرضين، لكل الناس عموما، لكن بدك تعرف أنه اللي بجرى على الناس بجرى عليك، فأنت كممرض بتقدر تشتغل بأكثر من طريقة، مثلك مثل غيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من خطر من قناتي مذكرات ممرض، نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء. في هذا اليوم رح نتكلم عن أنواع عقود العمل للممرضين في بريطانيا. كلنا بنعرف أن الممرض مثله مثل أي موظف بالعالم، الوضع الطبيعي والأصل أنه يشتغل فول تايم، وفي بعض ما بعرف شو يعني بار تايم. في أنواع أخرى من العقود عمرك ما سمعت فيها، راح احكي لك عنها اليوم. رقم واحد، النوع العادي اللي كلنا بنعرفه اللي هو العقد العادي او الفول تايم كونتراكت او الفول تايم امبلويمنت. العقد العادي بيكون وظيفه ثابته براتب ثابت بشروط ثابته، انت بلشت معي ممكن اقول لك راح تظل معي طول العمر، ما فيش تاريخ نهايه، وممكن اقول لك مثلا عقد لمده سنه او سنتين يجدد تلقائيا اذا ما بلغتني قبل نهايه العقد بكم من يوم انك مش حاب تستمر معنا. تتفقوا في هذا العقد انه راتبك بالساعة كذا او بالسنة كذا، ما في حدا ببريطانيا بيقول لك راتبك بالشهر كذا. بحددوا لك في عقدك قديش لك بالسنة عطل، سواء مرضية، اضطرارية، اجازات، اعياد، مناسبات قومية ودينية، كل انواع الاجازات لازم يكون منصوص عليها في العقد، وبينكتب فيه هل انت تتمتع بخدمات الضمان الاجتماعي، في اجازات عمومية ولا لا للسيدات، في اجازات مرضية ولا لا، في تأمين صحي ولا لا، وخلافه من الشروط. في هذا النوع من العقود لا يوجد حد ادنى من الساعات عشان تشتغله. راح تلاقي فيما بعد بعض الانواع مكتوب فيه انه مثلا اقل من 20 ساعة بالاسبوع ممنوع، اقل من 10 ممنوع، هذا ما في حد ادنى. هذا بقرره صاحب العمل، لكن معظم المستشفيات تطلب منك 35 فما فوق. يعني هم ما راح يقول لك ممنوع اقل من 35، راح يقول لك انت دوامك 36 ساعة بالاسبوع، انت دوامك 38 ساعة بالاسبوع، ما في حد ادنى ولا اعلى. النوع الثاني من العقود اللي هو البارت تايم امبلويمنت، اللي هو الدوام الجزئي. الفرق الجوهري انه في هذا العقد انت بتشتغل لساعات اقل، فهم مش محتاجين لك طول الاسبوع او طول السنة، فانت ممكن تداوم شيفت في اسبوع، شيفتين في اللي بعديه، ما تجيش اصلا اللي بعديه، وهكذا. في هذا العقد يذكر الحد الادنى للساعات، انا بدي منك مثلا مينيمم 80 ساعة بالشهر او مينيمم 20 ساعة بالاسبوع. لكنه بيشبه الفول تايم في شغلة انه بيحددوا فيه المرتب كل سنة قديش، او المرتب على كل ساعة قديش، وبيحددوا فيه عدد الساعات لازم تشتغلها او على الاقل المينيمم. في عقد بسموه التمبرري او الفيكست تيرم امبلويمنت، هذا العقد بيكون لمدة معينة ربما يزيد لاي سبب مثل المياومة. فانت بتكون مثلا جاي تشتغل مكان واحد ماخذ اجازة طويلة، او انت كابنت جاي تشتغلي مكان ممرضة عندها سنة اجازة امومة، ممكن بعد السنة هاي الموظفة قررت انها تستقيل، وانت من ناحية ثانية عجبتيهم، فبصير عقدك دائم. العقد بيكون محدد بيوم معين، لانه انا عارف الموظف الثاني اللي انت مكانه انت راح يرجع، فبقول لك انت معي مثلا لحد 31/10/2024، او حتى انهاء مدة معينة، او حتى انهاء مهمة معينة، انه مثلا لغاية ما يرجع فلان من الاجازة، لغاية ما نقضي على المرض الفلاني، لغاية ما نعطي مطعيم للحي الفلاني كامل، ممكن تشتغل سنة كاملة عادي. طبعا هذا النوع اللي هو الفيكست تيرم له كل الحقوق، اجازات واوفر تايم وكله، واذا عجبتهم راح يصير عقدك دائم. النوع اللي بعده بسموه الستاف بانك، هذا النوع خاص بمستشفيات الحكومة او اللي بسموها التراست هوسبيتالز. هذه المستشفيات بتلاحظ انه كل فترة بصير عندها نقص، تدخل على المستشفى بتلاقي اثنين ماخذين اجازة مرضي، واحد ماخذ اجازة عشان بده يتجوز، ثلاثة اخذوا اجازات عشان بدهم يولدوا، اربعة تقاعدوا مش راح يرجع اصلا. فكل شهرين ثلاث بتلاقي اسبوع اسبوعين طب عندنا 20 واحد نقص. شو الحل؟ بدنا نعمل بنك من الموظفين، زي بنك الدم، زي بنك الاعضاء اللي بتبرعوا، زي اي بنك في الدنيا. عندنا بنك من الموظفين، رن اللي على فلان قل له تعال داوم اسبوع سلكنا عبين ما يرجع فلان من اجازته، رن اللي على فلان قل له تعال خذ عقد لمده سنه عبين ما نقرر مين بده يداوم مكان فلان اللي تقاعد، وهكذا. هذا العقد اخترعوه لمواجهه واحده من شغلتين، يا اما نقص الكادر يا اما زياده عدد المرضى، لانه في بعض المواسم مثلا في الشتاء بزيد عدد النزلات الرئوية، في الصيف بتزيد أمراض معينة، في عطل بدارس بتزيد الأمراض اللي برا البيت مثل قرصات النحل وأمراض التخييم وغيرها، فكل فترة بحتاجوا ناس لكن لفترة معينة. ليش بيعملوا هيك؟ عشان يضل الريشيو ثابت،
الممرض ممنوع يستلم أكثر من 4 مرضى، فإذا واحد عطل بدهم يجيبوا واحد يستلم 4 مرضى مكانه. في نوعين من العقود عجيب جدا اسمه الاونوراري اللي هو الفخري، انت مش ممرض بس احنا معطينك عضويه فخريه في النقابه، هذه العضويه شرفيه وبتكون لك عضويه خارج بريطانيا، يعني ممكن تكون عندك عضويه شرفيه في نقابه التمريض البريطانيه والكنديه والامريكيه مع بعض، بس انت لا ممرض ولا بتشتغل المستشفيات. العقد اللوكم او اللوكم كونتراكت، هذا اللوكم اصلها كلمه لاتينيه معناتها انك تحل محل بني ادم او تقعد مكان بني ادم، ممكن تتراوح ما بين ايام الى شهور واحيانا سنوات. مثلا في اضراب بالبلد 5 ايام ما فيش حدا بده يجي على الشغل، فبيطلبوا ناس لوكم تعال اشتغل 5 ايام، طبعا الاجر في هاي ال5 ايام بيكون اعلى من الموظف العادي، وبعدها ارجع اقعد في البيت. عملك هو سد الفجوات مكان الكادر المنتظم عشان المريض ما ينقص عليه شيء. على سبيل المثال صار عندنا وباء الكورونا، في وباء الكورونا احتاجوا انهم يفتحوا مستشفيات كامله زياده، فانا بدي لكل مستشفى 100 او 200 او 300 ممرض، هذول بدهم يضلوا معي لغايه ما ينتهي الوباء، وقعدوا 2 او 3 لغايه ما ينتهي الوباء. في عقد اسمه الاد هوك او الكاجوال كونتراكت، هذا الكاجوال كونتراكت هو اتفاق بين المستشفى والممرض بيجي في ظروف اضطراريه، يعني انا كمستشفى مضطر لواحد يجي يداوم عندي فتره معينه، لكن في نفس الوقت ما بدي التزم معاه بعقد دائم، انا بدي واحد يشتغل اسبوع، ليش اعطيه عقد لمده سنه واقعد سنه ادفع له راتب وهو اصلا زياده على الكادر؟ فبكون ما في تاريخ نهايه، بكون ما في تحديد لساعات العمل، مثل اثناء ايام الاعياد، الكريسماس، راس السنه الى اخره، او لما اكون انا محتاج انسان عنده قدرات غير عاديه لكن ما بدي اعينه تعيين رسمي. مثلا بدي واحد بفهم في غسيل الكلى، بدي واحد بعرف يعطي كيموثيرابي، لكن في نفس الوقت ما بدي اياه يضل عندي على طول. يتم الاتفاق على الراتب وربما يشمل تامين صحي وضمان اجتماعي وبعض الميزات الثانيه او لا يشملها. الحلو فيه انه في مرونه ما بين الطرفين، انا بدي ممرض، حصلت على ممرض سلك لي شغلي، في نفس الوقت ما بدي واحد يرتبط معي او كلفنا راتب على طول وانا محتاجه لفتره معينه. بالنسبه للممرض نفسه انا بدي الاقي شغل لكن عنده دراسه او عندي ماجستير او عندي شغل ثاني او عندي التزامات ثانيه، فما بدي مستشفى اضل مربوط فيه طول العمر لانه ممكن في اي لحظه ارحل لمدينه ثانيه او الاقي شغل براتب اعلى. النوع اللي بعده عقد الانترنشيب، تعرفوا الامتياز تبع الاطباء، مش الاطباء بدرسوا طب 6 سنين وبعدها سنه امتياز في المستشفى او ممارس عمل عشان يعرفوا شو هو الطب. في التمريض في بريطانيا في شيء اسمه انترنشيب، بعض التخصصات خصوصا بالماجستير اذا انت بدك تصير مثلا نيرسينج براكتيشنير وبعدها بتصير مختص سواء بالسايك بالماتيرنتي بالبيدياتريك باي تخصص وبيطلع لك تفتح عياده وتعالج الناس زي الطبيب، وقتها لازم تدخل في الانترنشيب اللي هو زي المتطوع او زي الموظف، لكن انت بتكون مزيج ما بين موظف وما بين الطالب وكانه ماده تدريب عملي بالنسبه لك. اذا كنت فيه بدوام كامل فالك كل حقوق الموظف العادي اللي بيداوم بدوام كامل، ويحق لك الحصول على الحق الادنى للاجور. اذا كنت متطوع فما الك راتب، لو كنت طالب ماجستير عندك دوام عملي امتياز فما الك راتب. في نوعيه من العقود تشبهها بسموها الابرنتسشيب كونتراكت، هذه للناس الصغيره اللي لسه ما دخلت التمريض اصلا، اي انسان عمره فوق 16 سنه بيقدر يتقدم بطلب للحصول على عقد من هذا النوع، شرط يكون عمرك فوق 16 سنه ومش مرتبط بشغل ثاني. النوعيه اللي بعديها بسموها زيرو اورز كونتراكت. زيرو اورز كونتراكت يعني بالعربي مقاوله، انا بدي اياك تداوم عندي شيفت A يوم الاحد وشيفت C يوم الاربعاء بس، باقي الاسبوع اقعد في البيت. فصاحب الشغل بطلبك في اوقات معينه، انت مش مضطر تداوم طول الاسبوع او طول الشهر، والك الحق لو صاحب العمل ناداك انك ما تيجي هذا اليوم لانك انت مش موظف ثابت. في نفس الوقت صاحب العمل لا يقدر انه يمنعك تشتغل في مستشفى ثاني او عند شخص ثاني. لا يوجد حد ادنى لساعه العمل، يعني لو اشتغلت 8 ساعات بالاسبوع او 50,000 ساعه بالاسبوع ما حدا بيناقشك، وبتحصل على اجازات سنويه زيك زي غيرك. يعني الاسبوع هذا فيه عطله يوم لكريسماس، مش مطلوب منك 5 ايام دوام، لا مطلوب منك 4 ماكسيمم طبعا، ويجبر صاحب العمل على الا يعطيك راتب اقل من الحد الادنى للاجور. في نوعيه حلوه من العقود بسموها الفري لانسر، فري لانسرز او كونتراكترز، تختلف من مستشفى لمستشفى حسب المهمات اللي بتنطلب من الممرض، وممكن احيانا توقع عقد بتاريخ بدايه وبتاريخ نهايه، وممكن العقد يكون محدد بنهايه مهمة معينة، انه احنا مثلا انت بتفهم في الكمبيوتر معك ماجستير نيرسينج انفورماتكس، بدنا اياك تصمم لنا برنامج نعمل ننظم فيه ملفات المرضى او نعمل فيه اي شيء، مجرد ما عرفت اخترع هذا البرنامج خلص عقدك. ف
فانت عقدك ينتهي بمدة معينة، مثلا 6 شهور، سنة، سنتين، او الى حين انهاء مشروع معين مهما اخذ من وقت. في هذا النوع من العقود انت تعتبر سيلف امبلويد، يعني المستشفى ملوش دخل فيك، لا من جهة ضرائب، لا من جهة ضمان اجتماعي، لا من جهة تأمين صحي، هذا كله بتحسبه بالكالكوليتر وبتدفعه عن حالك، ما لهمش فيك، ولا تتلقى نفس مزايا الفول تايم من اجازات وغيره وغيره. النوع الاخير اسمه الايجنسي ستاف او الايجنسي نيرس، هذا النوع منتشر جدا في امريكا. بتكون انت مش متفق مع المستشفى او مش موقع العقد مع المستشفى، انت متفق مع وكالة توظيف. هاي وكالة التوظيف ممكن تحطك طول العمر في مستشفى واحد، وممكن تحطك كل يوم في مستشفى معين، المهم انت علاقتك معي. لا تسألهم قديش الراتب، لا تسألهم كيف برنامجي، لا تسألهم عن اشي، بتحكي معي بتقول لي انا بكره وين بدك انا اروح. العقود تختلف من شخص لاخر، ممكن يعطيك راتب يعطي لغيرك راتب اقل او اكثر، ممكن يعطيك اجازات ما يعطيش لغيرك، ممكن يدفع عنك ضمان اجتماعي او تأمين صحي ما يدفعش عن غيرك، حسب انت اعجبته في المقابلة او لا. غالبا بتكون العقود مؤقتة، ومدة العقد برضو بتختلف حسب صاحب العمل محتاجك لفترة قديش. في هذا النوع صاحب العمل بيدفع اجار الاجازات المرضية والضمان الاجتماعي كل اشي حسب القانون البريطاني بعد 12 شهر من بقائك في هذا النوع من العقود، فإلك كل حقوق الموظف الفول تايم من اجازات وغيره وغيره. زميلكم ود الشيخ سألنا سؤال جاوبنا عنه ب3 فيديوهات. لو اي واحد عنده اي سؤال عن اي اشي بالدنيا انا جاهز. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد اول باول، والسلام عليكم ورحمة الله.